وإلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد الرئيس السيسي حتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منهما. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد. تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل هذا السد، استنادا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي.